السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا طبعا مرحبا بحضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن برنامج مهم جدا بدأ يظهر في الساحة لاستخدامه كبديل لبرامج المدفوعة في عمل المحاضرات والتنسيق ما بين التيمات في المجال التطوعي. البرنامج طبعا مميزاته كبيرة جدا، مميزاته يعني حاجة ممتازة جدا وحاجة رائعة جدا وحاجة يعني مش معقولة خالص، حاجة عظيمة بشكل مش طبيعي. وطبعا هو حل لنا مشكلتين أساسيتين، يعني المشكلة الأساسية اللي حلها برنامج التليجرام أول حاجة فيها إن إحنا بيواجهنا مشكلة في الأعداد، يعني لما نيجي نستخدم مثلا برنامج زي زوم أو برنامج زي جوجل ميت أو أي برنامج تاني بيبقى العدد المتاح معانا بالظبط في 100 ما بتزيدش، وكمان في الفترة الأخيرة جوجل ميت بقى خلاص بقى ساعة 60 دقيقة وبعد كده بيفصل، وطبعا احنا لما البرنامج بيفصل احنا كمان بنفصل، يعني الوضع بتاعنا بيبقى صعب يعني. والزوم من زمان هو 40 دقيقة وده عامل لك مشكلة. طبعا المشكلة بتاعت جوجل ميت كمان ما فيهوش تسجيل، زوم ممكن تعرف تسجل على الحاجة. الميزة اللي تعتبر مش موجودة في تليجرام هي موضوع ان ما فيهوش بث مباشر، يعني ما تعرفش تعمل بث مباشر مثلا على الفيسبوك او على اي حاجه او على اي منصه مثلا، لكن انت ممكن تعمل بث مباشر باستخدام برامج اخرى زي مثلا او بي اس او اي برنامج تاني ممكن تعمل بيه ستريم، وكده كده انت بتشير الشاشه بتاعتك فممكن تشتغل معاك الجزئيه دي بشكل كويس. لكن ما فيش وانت مش محتاج، يعني انت الاول كنت بتعمل طبعا كان بيبقى عندنا مشكله كبيره جدا هي الاعداد، يعني ده المعضله الكبيره. فكنا بنعمل بث مباشر وكنا بنعمل حاجات مختلفه طبعا، لكن دلوقتي لو احنا في التليجرام نقدر نعمل مكالمه جماعيه، نقدر نعمل فيها شير سكرين، نقدر نتعامل فيها مع الناس بشكل كبير جدا، وهتوسع كل الاعداد اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا يعني زي ما بيقولوا ما فيش حاجه، يعني ما فيش حلاوه من غير نار، لكن التليجرام فيه مشكله بسيطه جدا انه بيحتاج عند المستقبل يكون عنده نت كويس، نت يكون واي فاي، يعني لو بيستخدم باقات معينه عن طريق مثلا شبكه المحموله او كده بتبقى عنده شويه مشاكل. بعض البلاد طبعا حظرت التليجرام في الاستخدام، فهو بيلجأ ان هو يستعمل مثلا في بي ان او كده بحيث ان هو يقدر يفتح التليجرام ويقدر يكون موجود معاك يعني بشكل كويس. عايزين طبعا نبدأ نعرف ازاي بنقدر نشتغل على التليجرام وازاي اقدر اعمل المكالمة وازاي اقدر اتحكم فيها وازاي اقدر اشتغل عليها بشكل كويس كده. هنبدأ كده على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيكون برنامج التليجرام. طبعا ده التطبيق بتاعه، يعني انت لو بحثت مثلا في جوجل ونزلت حاجة اسمها تليجرام فور ديسكتوب ممكن برضو يعني ايه نروح عليها ونحاول انا نشتغل عليها. يعني لو قلنا مثلا نقول تليجرام سطح مكتب حاجة بالشكل ده كده، وبتشوف هنا لو تليجرام فور ديسكتوب، وبتلاقي هنا الاصدار مثلا الجديد اللي عندك بتعمل له تحميل وبتشتغل عادي بقى اللي هو الشغل العادي بتاع التسطيب بتاعه نكست 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 وكده، وتوافق على الشروط وكلام زي ده وتلاقي البرنامج يشتغل معاك. بعد كده تقدر تيجي هنا مثلا وتضغط على تكتب له كلمه بس تليجرام، هتلاقي التطبيق، هتضغط اوبن يفتح معاك التطبيق بالشكل ده. طيب عايزين بقى نعمل قاعه محاضرات، بقى نعمل ايه؟ اول حاجه اقول نيو جروب، يعني بضغط على الثلاث نقط اللي موجودين هنا دول وبعدين اختار منهم كلمه نيو جروب. يقول لي انت عايز تسمي الجروب دي ايه؟ والله اقول له مثلا اي ليرنينج تعلم مثلا، مثلا نيكست. لازم تحط لي واحد بس على الاقل عشان يقدر يعمل كرييت للجروب، فانت مثلا ممكن تختار اي صديق مثلا عندك او كده تخليه موجود معاك. بس شكله قال له اعمل كريت، فكده اتفتح عندك القاعه دي، اتفتح عندك جروب تليجرام كويس جدا وبسيط، ويعني زي المجموعات العاديه جدا واتساب وغيره. اول حاجه اللي لازم نعملها ان احنا محتاجين نتعرف شويه على الاعدادات الخاصه في الجزئيه دي.
ايه الاعدادات؟ الاعدادات زيها زي الواتساب وكده، برضو بضغط في الجنب بجيب مانج وسيتنج، ده طبعا الاسم بتاع المجموعه لو انا عايز اغيره ما فيش مشكله، ده الاوبشن. ديسكريبشن عايز تحط والله هذه المجموعه مجموعه خيريه خدمه للمهندسين تقديم كورسات، بس طبعا ليميتد يعني مش هتعرف تكتب كتير، عدد معين يعني. اول حاجه لازم الجروب، يعني انت عايز الجروب ده برايفت ساعتها، مع يعني لو حد بحث في التليجرام ما يلاقيكش يبقى برايفت، حد لازم يبقى معاه لينك منك عشان تقدر تشتغل. شات هيستوري ده الشات بتاع الشغل بتاعنا، يعني انت لو عايز الناس تشوف اي حاجه قديمه الناس تشوفها اوكي، لو عايز مثلا هيدن يبقى خلاص مش هيقدر يشوف حاجه، يبقى خلاص فيزابل سيف، احنا دايما بنخلي فيزابل الا اذا كنا محتاجين ان احنا مش عايزين نشوف اي حاجه، لكن لو وفرنا فيديو مثلا او حاجه او حبينا ننزل ماتيريال وحابين الناس في اي وقت مثلا يعرف يرجع لها يبقى خلاص نخليه فيزابل. طيب رياكشنز، والله عايز تسيب للناس ان هي تعرف تشتغل على الرياكشنات اللي بتستعمل كلها، عايز تحدد لهم رياكشنات معينه يستعملوها ما فيش مشكله، يعني ده نقطه مش اساسيه. بيرميشنز، انت عايز الناس تقدر تعمل ايه؟ تشينج جروب سيتنج دي اول حاجه تقفلها، اللي هو يغير معلومات المجموعه اكيد لا، يضيف ممبرز والله عايزه يضيف اوكي، مش عايزه خلاص. سند ميديا عايزه يبعت فيديوهات، انواع الحاجات اللي يقدر يبعتها تقدر تتحكم فيها، تقدر تقفل بعضها او تشيلها خالص، ده كده ما يقدرش يبعت اي نوع من انواع الميديا. سند مسج لو عايز تقفل المجموعه خلاص تقفل المجموعه، ما فيش سند مسج. بين مسجز يفضل البين مسج دي نوتيفيكيشن، فانت اللي محتاجها. اد ممبر ممكن تسيبها له ممكن تقفلها له عادي يعني، وبعدين تضغط سين. بعدين اللينك، ده اللينك لو انت عايز كوبي لينك كده بقى معاك اللينك بتاع المجموعه، تقدر تبعته لاي حد ويقدر يدخل المجموعه في اي وقت. تمام. ادمنستريتور الناس اللي انت عايز تخليهم ادمنز، يعني تقدر ترجع لاي واحد فيهم مثلا لو ضغطت مثلا سيف وجيت انا مثلا في المجموعه هنا عندي كده، وده صديقي العزيز يعني كل ما احب ان انا اعمل شرح للتليجرام يعني لازم اجيبه ادخله، يعني هنعمل ايه؟ بروموت تو ادمن، اول ما بتضغط بروموت تو ادمن بيطلع لك صفحه صلاحيات، عايز تديله ايه؟ عايز تخليه تشينج جروب سيتنج انفو، يقدر يلغي معلومات المجموعه يغيرها ولا لا؟ لو انت واثق فيه سيب، لو انت مش واثق فيه خلاص. ديليت مسجز ممكن تعملها له، بان يوزر يعني يحذف حد او يعمل ريبوف لحد، لو انت شايف خلاص ده فرض دعم معاك اوكي. طب انا مثلا ايه انفايت يوزر فيا لينك، يعني يقدر يبعت الناس بين مسجز ممكن تقفلها ممكن تفتحها له. اهم نقطه بس بالنسبه لاي محاضر كلمه مانج جروب مانج فيديو شات، يعني ان انت تخلي المحاضر يقدر ان هو يستعمل القاعه ويقدر انه يدير الموضوع، وطبعا الموضوع ده تقدر هنا مثلا تديله مسمى وصفه، مثلا ليكتشر محاضر مثلا. وبعدين تضغط سيف، طبعا لو انت عامل دي خلاص مانج جروب سيتنج دي فيديو، هيقدر ان هو يفتح القاعه ويقدر ان هو يقفل للناس المايك ويفتح للناس المايك ويفتح القاعه، ده اللي بيديله سيطره على القاعه. طب امال ريمين اد نيو ادمنز، يقدر يضيف ادمنز جديد، عايز تديله الصلاحيه اوكي، عايز مش عايز تديله ما فيش مشكله. ريمين انيموس دي يعني تخليه متخفي، بمعنى لما هيجي يبعت اي حاجه في المجموعه هيبان انه مش اسم المحاضر، مش احمد حسام، مش احمد سعيد، مش فلان الفلاني، امال ايه اللي هيظهر؟ هيظهر الناس اسم المجموعه في الارسال، مش هيظهر لك يعني اي حد، مش هيشوف الشخص. لو انت عملت ترجمين انيماس دي يعني يبقى متخفي يعني. فانا ما بعد ما عملت كده ورحت ضغط سيف وكده والدنيا تمام كده، انا ظبطت اعدادات المجموعه للاعدادات اللي انا شغال عليه. طيب عايز بقى ايه؟ افتح القاعه، عايز ابتدي اشتغل على القاعه اللي انا المفروض ان عايزها، يعني بقى هعمل ايه؟ في هنا زرار كده العلامه دي الفيديو شات، اضغط عليه بيقول لك في عندك ستارت فيديو شات، لو ضغطت عليه يفتح لك مكالمه دلوقتي. طيب اغلب المحاضرات احنا بنبقى عاملين المحاضره ان احنا بنشتغل عليها في وقت او توقيت، واكيد يعني هنكريت القاعه في دلوقتي مثلا، لكن هي بعدين. فانا اقول مثلا سكادول بيز احدد اليوم يوم 24 مثلا الساعه 10 مثلا، هو بيقول لك المفروض الساعه 10 دي كمان 22 دقيقه،
ده امال ايه؟ ده انا عايز مثلا الساعه 10 بالليل، لو ضغطت 22 يقول لك ده انت كمان 12 ساعه. اقول له سكادول. اول ما بدي له سكادول بيروح مطلع لي الشكل اللي قدامك ده. ايه الشكل ده؟ الشكل ده عباره عن ايه؟ ده اللي هيفتح منه الميتنج. بعمل سيتنج يقول لي انت عايز ميوت نيو بارتيسيبنت، عايز ما حدش يعرف يفتح المايك الا لما انت تديله. اقول له ايوه ده اعداد مهم لازم اعمله، وبعدين اضغط اوكي خلاص كده في التمام. طيب في الاعدادات، في يعني كان في اعدادات هنا ده خاصه بالميتنج، وفي اعدادات هنا بس بيقول لك ايديت تايتل، شات تايتل، عايز تغير بدل ما هو اي ليرنينج تخليها مثلا وليكن او ار ليكتشر 1 مثلا. اي اسم تمام. طبعا انا اقدر عايز الغي طبعا الدي بغض كلوز، بيقول لي لو انت ابرون فيديو شات يعني انت كده هتلغي المكالمه خالص، يبقى المكالمه دي خلاص انت عايز تلغيها. لكن انت لو عايز تخرج بس من الشكل ده بحيث ان انت تعرف تعمل اي حاجه تانيه كلوز بس. هتلاحظ عامل لك تايمر فوق، حاجه لذيذه جدا يعني، عامل لك تايمر كده فوق كل الناس هتشوفه ان فاضل مثلا 12 ساعه 21 دقيقه و30 ثانيه، فاضل مش عارف كذا حاجه بهذا الشكل. طيب لما يجي ميعاد المجموعه، جاي ميعاد المحاضره، بروح ضغط هنا يروح طالع لي الشكل بتاعنا بقى. اقول له ايه؟ اقول له ستارت ناو. يقول لي متاكد عايز تفتح المكالمه؟ اقول له يلا يا عم. اول ما بنفتح المكالمه بتبقى بالشكل ده كده تمام. بس عايز اظبط الدنيا شويه. ايوه اقدر طبعا اعمل تكبير وكده. ده المكالمه فيها بارتيسيبنت واحد طبعا اللي هو اللي انا دلوقتي مثلا اي ليرنينج وكده. طيب انا عايز ايه؟ عايز والله اعمل ستارت ريكورد، عايز اعمل ريكورد. بيقول لي هنا بس في الاعدادات بيقول لي وانت عايز تسجل الصوت بس، ساعتها اضغط كونتينيو. طب انا عايز كمان اسجل بقى الفيديو نفسه، الشير سكرين اللي هيحصل بقى والكلام اللي زي ده. اقول له خلاص اولسو ريكورد فيديو واقول له كونتينيو. يقول لي انت عايز تسميه ايه؟ اقول له والله او ار ليكتشر 1 مثلا ستارت كده. التليجرام نفسه بدأ يسجل ليا المحاضره دي تمام. عايز اعمل شير سكرين، ثلاث نقط اللي في الجنب، اعمل ايه؟ شير سكرين. اعمل ايه بقى في الشير سكرين اللي قدامك ده؟ اختار طبعا لو انت عملت سكرين كامله يبقى كده هتشارك. طيب هستعمل فيديوهات وحاجات فيها صوت، خلاص تعمل اختار خيار اسمه شير سيستم اوديو، يبقى كده هياخد الصوت اللي موجود. طيب شير سكرين ده تقدر تختار نوافذ معينه تمام تشتغل عليه، او تختار الشاشه بشكل كامل وبعدين تضغط شير سكرين. اول ما تضغط شير سكرين هتلاحظ ايش الشكل الغريب ده. بص هو بيكرر اللي هو شايفه. فانت مثلا اول ما انت هتفتح عادي مثلا اي برنامج معين هتشتغل عليه، انت هتشتغل عادي جدا والناس مش هتبقى شايفه غير البرنامج ده بس تمام. الاثبات بتاع الحكايه دي، طيب انا دلوقتي عايز اقفل الشير سكرين او عايز اغيره، شايف العلامه دي هي دي علامه الشير سكرين، اضغط عليه اختار ايه؟ والله انا كنت فاتح مثلا برنامج الباوربوينت مثلا، انا عايز اختار مثلا وليكن مثلا تقرير لجنه التنظيم مثلا، وارجع تاني مثلا هنا للشير سكرين اقول له اختار نوافذ معينه، فبيقول لي اختار. اقول له مثلا ستوب شير واقول له مثلا شير نيو شير، شير الجديد. يقول لي بس ايه تقرير لجنه التنظيم، اقول له وشير اوديو بالمره لو انا هستعمل اي حاجه وشير. شايف انت فاتح دلوقتي المكالمه وفي نفس الوقت انت عامل شير سكرين يعني، وانت لو اتنقلت هنا الناس بيظهر لها اللي بيظهر لك، لكن انت في الشاشه نفسها الدنيا تمام يعني. الفكره بس ان انت لما بتشتغل هنا وتيجي ترجع عايز بس انت تكمل هنا وتبقى شغال والدنيا تمام، عشان هو يقدر ايه يخليك اول ما بترجع تاني للميتنج تاني بيعمل بس ايه فيديو بوست، يعني ان انت خلاص انت اللي انت شغاله ده الدنيا ايه الدنيا وقفت فيه شويه تمام. طيب كده احنا اتكلمنا عن الشير سكرين. طبعا التليجرام طبعا انت لو مش في حاجه اسمها بوز ريكورد ان انت توقف الريكورد شويه وترجعه تاني، لا لو وقفته هو بيقفل الفيديو على كده تمام. طبعا في ان انت تفتح الكاميرا عادي، ساعتها مثلا بيعمل لك المنظر اللي انت شايفه دلوقتي ده، ان احنا بيتفتح لنا الكاميرا على مكانين وبالشكل ده. وطبعا انت بتبقى حاطط الشير سكرين، فالشير سكرين بيبقى اكبر بس ما فيش تحكم في الكاميرا ان هي تتفصل، فدايما بيبقى في الجزء اللي فوق من الشاشه كده
هتلاقيه كده حته صغيره كده في الريكورد بيبان فيها الايه الكاميرا. وطبعا انت بس انت بقى شغال البرزنتيشن بتاعك تمام والدنيا ايه الدنيا اوكي. انا لو قلنا مثلا احنا مش عايزين السيستم اوديو ده مثلا، طبعا لو عايز اعمل ستوب شير ده كده يوقف، عايز نيو شير واختار مثلا ايه الحاجات، ساعات بس بيعلق شويه معاك، لكن الخيار الاسلم ليك دايما اللي هو شير فول سكرين، يعني ده الاسلم وده اللي انت تعرف تشتغل عليه عادي، تشتغل كده وتعرف تطلع وتنزل وتروح وتيجي وكده يعني. ان برضو يعني الجزئيه دي فيها شويه لبس شويه، ساعات البرامج اللي انت بتبقى فاتحها تحتاج انك تقفل وتفتح تاني، بس يعني باذن الله يعني الدنيا هتبقى تمام. يعني لو انا قلت مثلا شير سكرين ده البرنامج بقى، وانا دلوقتي موجود معاكم اهو في القاعه دلوقتي. الفكره بس ان انت لما بتختار شير سيستم ساوند لو جيت تقفل البرنامج بيظهر لك اللي هي حكايه بوس، اللي هي ان الشاشه متوقف فيها العرض وكده، لكن دلوقتي انت لو بتستعمل اي برنامج وعامل شير سكرين من غير شير ساوند تقدر تتنقل وتعرف ترجع تاني زي ما انا راجع دلوقتي كده وقاعد مع حضراتكم وشايف الايه شايف الشاشه اللي موجوده عندي دلوقتي عادي جدا، انا شغال عادي وكده. طبعا ما فيش انوتيت في انوتيت في الزوم، لكن ما فيش انوتيت في التليجرام، بس تقدر تشتغل. وفي ميزه كمان اتعرفها برضو للعلم ان في سيفرال شير سكرين، يعني انا اقدر اعمل شير سكرين ومثلا معايا اكتر من صديق عاملين شير سكرين برضه، نقدر كده كل واحد فينا يعمل شير سكرين ونقدر نتنقل في الشير سكرين كده من الجنب، هتلاقيه كده موجود يعني شير سكرين واحد شير سكرين اثنين شير سكرين ثلاثه، ونقدر نفتحه مثلا يعني وليكن مثلا كنت بشرح له حاجه وبعدين هو المفروض مثلا هيكمل جزء معين مثلا يروح هو فاتح الشير سكرين بتاعته، مش لازم يوقف لي الشير سكرين علشان لا يقدر يبقى الشير سكرين بتاعه موجود، واول ما يضغط عليه ويبدا يتعرض يتعرض ويتسجل والدنيا تبقى تمام جدا. دي كده جزئيه الشير سكرين. طيب احنا في المحاضره عايزين بقى ايه نفتح المايك لحد، بيبقى عندك بارتيسبنت كده في الجنب كده اكتر من حد كده موجودين، بتضغط عليه بيظهر لك طبعا انت شايف انت الشاشه اللي قدامك دي، لو انت مثلا عندك المحاضر عايز تزود الصوت بتاعه، طبعا الريكورد ده انا ملاحظ بس ان انا مستفتح فيه المايك تمام، فده الريكورد بتاعي بتاع التليجرام، فكده دي غلطه شهيره جدا يعني ان انت تبقى شغال وناسي ناسي المايك، بس يعني ايه زي ما قلنا ان انت بتبقى فاتح. اول ما بضغط عليك كده في ساعات انا بحب ارفع للمحاضر الصوت ل 200، يعني اجي انا ده حاجه موجوده عندك تعرف تقلل مستوى الصوت تعرف تعلي مستوى الصوت عندك لو انت ادمن، فانت مثلا تلاقي دايما هو بيخلي لك المحاضر على 100، انت لا انت تعالى خلي المحاضر على 200 عشان الصوت يوضح. اي حد هتلاقي في نفس الحاجه كده في الجنب هنا كده هتلاقي لو انت بتشتغل لان انا ادمن فالدنيا فانت مش ضارب غير بين شير سكرين وان بين شير سكرين مثلا بين فيديو، يعني اخلي الفيديو هو الرئيسي هو اللي بيتسجل ولا واقفل الشير سكرين ولا لا، لكن لما انت هتيجي تشتغل على اي ناس عاديه جدا جوه القاعه هيبقى عندك هنا حاجه اسمها اسك تو الاو تو سبيك. ايه الاو تو سبيك دي؟ ان انت تخليه يقدر يتكلم، لما بتدي له البرميشن دي مره واحده يقدر خلال القاعه كامله يفتح المايك في اي لحظه. امال طب انا فتحت الواحد المايك عايز بقى بعد ما قال السؤال بتاعه اروح اقفل له المايك بتاعه تمام، اروح جاي قافل المايك، انا لو قفلته لو هو قفله لوحده تمام يقدر يفتحه في اي لحظه. طيب جه مثلا جه مثلا يقدر يفتح المايك في اي لحظه. طب انا مثلا لو رحت عامل له بقى ميوت بيبقى في هنا برضه زي لك ميوت، اروح ضاغط له ميوت يبقى ساعتها مش هيعرف يفتح الا لما انا برضه ادي له الايه ادي له البرميشن مره كمان. طبعا ساعتها هو وهو شغال في المحاضره بيبقى مكان المايك ده علامه كده بيقول لك ايه اللي هو اسك تو سبيك، لو هو ضغط عليها بيظهر لك انت كده في الجنب ان فلان الفلاني كانه عامل رايز هاند، دي الفكره بتاعتي. طيب فرضا احنا عايزين تفاعل بقى وعايزين الناس تكتب وعايزين الناس تعمل حاجات كتير جدا، يعني الكتابه طبعا ده تليجرام نفسه برنامج ارسال رسائل، يعني التليجرام نفسه هو برنامج رسائل، فالشات بتاعك هيبقى هو جروب، لان القاعه دي مجرد مكالمه داخليه في البرنامج نفسه شغال عليه.
تمام جدا. فانت لو انت مثلا عايز تستقبل من الناس كلام اثناء المحاضره، بتروح رايح على المجموعه بتاعتك وتروح جاي على الاعدادات بتاعتها، ادي اعدادات، وتقول له والله خلي الناس بيرميشنز تو بيبول سند مسجز، واقول له سيف، يبقى كده سيف، واضغط سيف كمان. لازم دايما تتاكد ان الاعداد بتاعك تمام كده، اي حد يقدر يكتب ويبعت. تمام. بعد ما خلصنا بقى المحاضره تمام جدا، وشرحنا وعملنا كل اللي نفسنا فيه، والدنيا كانت تمام جدا وزي الفل، خلاص قررنا ان احنا خلاص ليف ميتنج. اول ما اضغط على ليف ميتنج بيقول لك انت عايز تطلع من الميتنج سيف شغال، ولا عايز تنهي الميتنج ده خالص. والله لو حددت اند ميتنج شات، يبقى خلاص اول ما تضغط ليف الميتنج ده هيقفل. طب انت عايز تطلع من غير ما ايه، من غير ما يحصل اي حاجه، خلاص اند كده وتروح ليف بالشكل ده. طبعا لان انا البارتيسبنت الوحيد اللي كان في القاعه، فلما خرج الميتنج اتقفل. تمام. لكن لو احنا رجعنا تاني للميتنج ده، انا عايز اقول لك مثلا على حاجه. بص كده في جنب 8 دقائق شويه، ازاي ده حصل يعني؟ لان هو بالنسبه له الميتنج ما اتقفلش، الميتنج موجود وشغال، وحتى الفيديو بتاعك ما رجعش، هو قفل وقال الانضمام لكن هو لا زال موجود. طب ليف اند فيديو شات ليف، ساعتها يقول لك ايه، بص اول ما عملت كده ظهر لك اهو الاند فيديو ميتنج. شوف بقى ايه اللي حصل. عندي حاجه هنا بقى في التليجرام اسمها سيفد مسجز. ايه اللي حصل في السيفد مسجز؟ راح عامل لي فيديو وعامل لي تسجيل صوتي للمحاضره اللي انا عملتها اثناء الايه، اثناء المحاضره بتاعت التليجرام دي. شايف ده اللي احنا كنا بنعمل ده الفيديو. طبعا اقدر انزل الفيديو ده واحطه على اي منصه، احطه على اي حاجه. تمام. طبعا بهذا الشكل. طبعا في الاول ما كانش فيه، كنت انا قافل المايك، لكن هتبدا تسمع مثلا الصوت كده في الاخر. طبعا بس النت عندي لان فتح برنامجين وكده، في الموضوع بس شديد عليهم شويه، لكن ايه، بيشتغل عادي والدنيا تمام. طيب في حاجه بقى بيوفرها التليجرام، ميزه جميله جدا. ايه هي؟ شايف الفيديو ده؟ اتحمل وخلص اثناء المحاضره، اقدر اعمل له سند للمجموعه. يعني اضغط كده واقول له سيلكت، واقول له مثلا وتعليق الصوت دي كمان سيلكت، واقول له فورورد سيلكشن سيلكت، عايز تبعتهم فين؟ والله عايز اقول له ابعتهم للايلر. يقول لي ابعت، راح اعمل لي كده واقول له اه سام. ايه اللي يحصل؟ بدون انترنت، بدون ما يسحب منك اي حاجه، على سيستم برنامج التليجرام راح باعت الملفات دي للناس. الناس بقى تعرف تحملهم دلوقتي. طيب لو انت عايز تحفظ المحتوى بتاعك، ان هو طبعا لان المحتوى كده لسه لا محطوط عليه لوجو ولا محطوط عليه اي حاجه، احيانا في ناس بتستغل الموضوع ده وتاخد الحاجه وتنسبها لنفسها، او تستغل الفيديوهات بشكل مش كويس. طب انت عايز تسيب للناس الحاجه لحد لما ايه، لما تفتح مثلا، لحد لما انت بس تعمل المونتاج وكده، فانت سايب كده كده اي حد يقدر يشاهده بس ما يعرفش ينزله، يقدر يشاهد الفيديو ده بس ما يقدرش ينزله. بس الحقيقه في المجموعه دي دلوقتي يقدر ينزله. لكن انا اقدر اعمل ايه؟ اجي اقدر على الاعدادات، مانج جروب سيتنج، اقول له ايه في الاعدادات، اقول له والله ايه جروب تايم، لا لا برايفت، اوكي سيف، ثانيه واحده. ايوه بص، في حاجه اسمها ريستريكت سيفنج كونتنت. ايه ريستريكت سيفنج كونتنت؟ لو انا حددتها وقلت له سيف، قلت له سيف، ده معناها ايه؟ معناها ان انا بحفظ المحتوى بتاعي كده، ما حدش في المجموعه دي يقدر ينزل اي حاجه انا حاططها، ولا يقدر يعمل شير، ياخد السكرين شوت لاي حاجه في المجموعه خالص. ده حفظا للمحتوى بتاعك وكده بشكل كويس جدا خلال فتره الايه، العمل بتاعتك، لحد لما انت مثلا تنزل الفيديو ده مثلا عندك على قنواتك، حفظ لمحتواك بحيث ان ما حدش يستخدمه ماليا لو هو محتوى مجاني وكده، ما حدش يقدر مثلا يستغله وكده. طبعا المجموعات تقدر تستقبل لحد 100,000 شخص، وكذلك يعني الحضور يقدر يوصل لحد 100,000. يعني تقدر تعمل مكالمه فيها 1,000 شخص، 2,000 شخص، 3,000 شخص، 4,000 شخص، لحد 100,000 شخص. فدي حاجه يعني كبيره جدا وحاجه كويسه.
طبعا بعد المحاضره زي ما احنا وضحنا حكايه البتاع، وطبعا لو انت عايز تنزل الفيديو ده تضغط كليك يمين. طبعا دلوقتي مفيش تنزيل، حتى انا يعني انا اللي امتلك الحاجه دي لسه برضه، يعني ايه مفيش امكانيه ان انا اقدر انزل الفيديو ده دلوقتي، تمام؟ لكن لو غيرت الاعدادات اقدر انزله. اجي من هنا وبضغط عليه وبقول له سيف اس. اول ما اضغط سيف اس بيقول لي براوز واختار في اي مكان في الديسكتوب مثلا او على اي مكان وانزل عندي، وبياخد بس فتره في التحميل لحد لما يحمل يعني. بس دي من مميزات جميله جدا يعني للبرنامج، وشغل كويس جدا، وتقدر تشتغل عليه عدد كبير جدا من المحاضرات بشكل ممتاز وبشكل كويس جدا. وطبعا انت عايز بقى تبعت للناس بقى المجموعه، افضل لك اسلوب دايما بنستعمله دلوقتي بشكل كبير جدا، ان احنا بنعمل مجموعتين، مجموعه واتساب ومجموعه تليجرام. مجموعه الواتساب بنجمع فيها الناس، ليه؟ لان في مصر احنا اغلبنا يعرف الواتساب وبيشتغل عليه بشكل كبير جدا، نادرا لما حد فينا بيبقى شغال على التليجرام. فانت لو خليته يشتغل على التليجرام، فبمجرد مثلا ما لو بعت على التليجرام هو مش اكتف عليه، مش هيشوف الاعلامات اللي انت هتعملها، فالناس اللي هتجمعهم هتخسرهم، مش هيتجمعوا بشكل كويس. فالافضل انت تجمع في جروب تليجرام، او وقت المحاضره تروح جاي قايل له مانج جروب سيتنج، وتقول له اللينك وكوبي لينك، وتروح باعت له اللينك بتاع المجموعه، وتقول له هتدخل المجموعه. هتلاقي في المجموعه من فوق طبعا يقدر يدخل من اللاب، ويقدر يدخل من اللاب عن طريق التطبيق، ويقدر يدخل من الموبايل برضه. بيلاقي فوق كده في المجموعه حاجه اسمها ايه؟ انضمام الى المكالمه. بيضغط عليها بيدخل معانا في المجموعه عادي جدا. يعني انا ممكن اوريكم برضه شكل يعني البي بيبقى زي الشكل ده، بس بيبقى فوق هنا كده كده في علامة اسمها الايه، الانضمام الى الايه، الى المجموعة. دي طبعا الحاجات اللي كنا اتكلمنا عليها، تبقى المجموعة برضه نفس الشكل، بس بيبقى يعني التطبيق بتاعك من فوق كده بيبقى فيه كلمة اللي هي الايه، انضمام الى المكالمة او انضمام الى المجموعة، وبتبقى يعني ايه امر بسيط واي حد يعني بيعرف يوصلها بشكل كويس. أتمنى طبعا إن أنا ما كنتش طولت على حضراتكم، وأتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.